مساء الخير على حضراتكم مشاهدينا مشاهدي قناة اون تايم سبورتس 2 وحلقة جديدة من برنامجكم ملاعب الأبطال وكل ما يدور في الرياضة المحلية والعربية والعالمية. وشعارنا دايما هنا في برنامجكم ملاعب الأبطال إن ملاعبنا كتير ولكن أبطالنا أكيد أكتر. أكيد حضراتكم متابعين في الأيام الأخيرة رغم توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا ورغم معاناة الأندية ماديا وماليا نتيجة توقف النشاط الرياضي، وفي شكاوى من البعض من التأثير السلبي لوقف النشاط الرياضي، وشايفين ان عودة النشاط الرياضي وفتح الأندية من جديد بقى طوق النجاة للجميع عشان نخرج من الأزمات سواء المادية او النفسية اللي حصلت بسبب فترة التوقف. رغم كل ده بنسمع عن تعاقدات كبيرة جدا وبأرقام كبيرة، والأرقام دي لم تتوقف على كرة القدم اللي حضراتكم اكيد متعودين ان احنا بنسمع فيها أرقام كبيرة سواء لقيمة الانتقال من نادي لنادي او قيمة عقد اللاعب نفسه. الأرقام الكبيرة دي بقت في ألعاب جماعية تانية أبرزها بالطبع كرة اليد اللي بقت عقود اللاعبين فيها كبيرة جداً وبقت بتنافس عقود لاعبي كرة القدم. في ألعاب تانية العقود فيها كبيرة جداً زي كرة السلة وكرة الطائرة ولكن مش زي كرة القدم وكرة اليد. ولكن هنا في ملاعب الأبطال كنا اتكلمنا عن ارتفاع قيمة عقود اللاعبين في الألعاب الجماعية وإنه قد إيه بقى مخيف، وبنسمع أرقام كبيرة وصلت لأربعة وخمسة وستة مليون في الموسم الواحد، طبعاً بستثني كرة القدم من هذا الشأن. الأرقام دي فتحت معانا ملف مهم جدا وهو ملف الألعاب الفردية اللي أنا شايف إنها مظلومة، ورغم إنهم بيحققوا إنجازات كبيرة جدا على المستوى الدولي سواء إفريقيا أو عالميا أو حتى عربيا، لكن دايما عندهم مشاكل ومعاناة كبيرة جدا في الجانب المالي. الاتحادات طبعا بتحاول إنها تجتهد مع الشركات الراعية عشان توفر رعاة لأبطالنا في الألعاب الفردية، أكيد بتجتهد أيضاً عشان تقدر تساعدهم في الإعداد والمعسكرات اللي اللاعبين دي بيحتاجوها سواء معسكرات داخل مصر أو معسكرات خارجية. أيضاً بيكون عندهم مصروفات كبيرة جداً، بيكون كل بطل بالفعل محتاج عشان يقدر ينافس في بطولة عالم أو دورة ألعاب أولمبية أو أياً كان المنافسات اللي هيكون فيها هذا اللاعب اللي طبعاً بينشط في الألعاب الفردية. طيب دور الأندية مع هؤلاء اللاعبين بيكون إيه غير عقود اللاعبين؟ في الألعاب الفردية سواء ألعاب قوة أو رفع أثقال أو تايكوندو أو جودو أو ملاكمة أو سباحة أو أي لعبة فردية، مش عايز أستثني أي لعبة فردية، عايز أعرف عقود اللاعبين مع أنديتهم إيه في هذه الألعاب الفردية. هنلاقي الإجابة إن العقود ضعيفة جدا وإن الاعتماد على تجهيز اللاعبين بيكون من خلال ثلاث جهات ما عندناش غيرهم. أولا الاتحاد، في بعض الاتحادات ما عندهاش قدرات مالية. طيب لو الاتحاد ما عندوش قدرات مالية بنروح فين؟ بنروح للجهة الثانية اللي هي اللجنة الأولمبية. طيب لو ميزانية اللجنة الأولمبية أيضا مش مكفية هنروح ومش هيتبقى لنا غير الجهة الثالثة اللي هي الجهة الأخيرة اللي بتدعم كل الرياضيين، وزارة الرياضة اللي بتخص دعم كل الاتحادات وفقا للخطة والنتائج. لازم نركز جدا بقول وفقا للخطة والنتائج، لأن أكيد وزارة الشباب والرياضة بتشوف اللعبة دي مثمرة وهتحقق إنجازات لمصر ولا لا. طيب ما الأندية بتستفيد أيضا من اللاعبين في الألعاب الفردية ولازم تساهم هي كمان بشيء من الدعم. عقود لعيبة الألعاب الفردية مهمة ولازم يكون فيها نظرة ويكون في الأندية توازن وعدالة في توزيع قيمة العقود بين اللاعبين، ونراعي إن في ألعاب ممكن ملهاش دخل كبير لكن ليها بطولات وإنجازات كبيرة جدا بتتحسب في النهاية للنادي والبلد وبترفع راية مصر، ولازم يكون اللعيبة دي عندهم دعم مناسب وعقود مناسبة تساعدهم على التدريب ومواجهة ظروف الحياة اللي بيمروا بيها عشان يقدروا يكملوا مسيرتهم بنجاح ويحققوا المطلوب منهم. بنتمنى ان شاء الله كل الدعم لكل الرياضيين وان هم يستمروا في مشوارهم ويقدروا يحققوا كل النجاحات لمصر باذن الله. ضيف حلقتنا النهارده في برنامجكم ملاعب الابطال واحده من نجوم الالعاب الفرديه الكابتن سمر حمزه، نجمه منتخب مصر للمصارعه الرومانيه واحد ابطال افريقيا واحد اللاعبات المصنفات عالميا في مسابقات السيدات للمصارعه الرومانيه. ان شاء الله يكون معانا حوار مهم جدا عن الفترة الحالية والاستعدادات اللي سمر بتحاول ان هي تاخدها للتأهيل لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو. سؤال حلقتنا النهاردة على كل مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأون تايم سبورتس وأيضا برنامجكم ملاعب الأبطال، هل تتوقع حصول المصارعة المصرية على ميدالية أولمبية في أولمبياد طوكيو ولا لا؟ خليني أستعرض مع حضراتكم إجابات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بسؤال حلقة النهاردة من برنامجكم ملاعب الأبطال. علي محمد علي بيقول مساء الخير عليك، أكيد إن شاء الله نحصل على ميدالية.
ساره الحلواني، مساء الخير عليك يا محمد، مساء الخير عليك يا ساره. ان شاء الله ميداليه ذهبيه لمصر يا رب، ان شاء الله يا ساره تقدر لعبه المصارعه انها تحقق ميداليه في اولمبياد طوكيو. حسام محمد، باذن الله يا محمد، وان شاء الله هيشرفونا كالعاده ودايما في التالق. كريم مصطفى، مساء الخير عليك يا محمد، مساء الخير عليك يا كريم، باذن الله نحصل على ميداليه ذهبيه لمصر يا رب ان شاء الله يا كريم، بنتمنى اكيد بنضم صوتنا هنا في ملاعب الابطال لصوتك، وان شاء الله مصر تقدر تحقق ميداليه. زهره كيمو، مساء الخير عليك يا محمد، مساء الخير عليك يا زهره، اتمنى ان شاء الله ميداليه ذهبيه لمصر يا رب، بالتوفيق لكل المشاركين في طوكيو. زياد عصام ابو الفتوح، مساء الخير عليك يا محمد، برحب بيك يا زياد، ان شاء الله المصارعه المصريه تجيب لمصر ميداليه ويشرفونا دايما. طبعا حضرتكم تابعتوا اجابات متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي، عندهم اكيد رؤيه ايجابيه جدا لابطالنا في الالعاب الفرديه، بيتمنوا ان هم ان شاء الله يحققوا ميداليه لمصر في اولمبياد طوكيو، واخصوا اكيد بالذكر لعبه المصارعه اللي كان عليها السؤال النهارده، انا كمان بضم صوتي لصوتهم، وان شاء الله لعبه المصارعه تقدر تحقق ميداليه اولمبيه في اولمبياد طوكيو باذن الله. بجد التحية بحضراتكم، تعالوا سريعا نتعرف على عناوين اخبار حلقتنا النهارده من ملاعب الابطال. الاهلي يتفق مع عمر ياسين لضمه لفريق اليد. بورسعيد تستضيف اختبارات مدربين كره اليد الجدد. حكايه مروى عيد عبد الملك مع كورونا. اتحاد تنس الطاولة يجتمع لمناقشة بعض الملفات الهامة. اتحاد الكاراتيه يدرس إقامة البطولة الإفريقية تحت سفح الأهرامات. اتحاد الدرجات يناقش خطة المرحلة المقبلة. الريشة الطائرة يخاطب اللجنة الأولمبية لتحديد موعد المسحة الطبية. الأمريكي باتريك ماهومز أغلى رياضي في التاريخ. دي كانت عناوين أخبار حلقتنا النهاردة من برنامجكم ملاعب الأبطال، أكيد هنتكلم عن كل الأخبار تفصيليا ولكن بعد الفاصل. بجد التحية بحضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وبرنامج ملاعب الابطال، وهنبدا حلقتنا النهارده بالاخبار، واول خبر معانا من جوه النادي الاهلي، حيث نجح مسؤولو النشاط الرياضي في النادي الاهلي برئاسه الاستاذ رؤوف عبد القادر ان هم يتوصلوا لاتفاق نهائي مع عمر ياسين لضمه لصفوف فريق كره اليد بدايه من الموسم المقبل. زي ما حضراتكم عارفين النادي الاهلي كان الفتره اللي فاتت بيحاول ان هو يتعاقد مع يحيى الدرع، وايضا كان في مناقشات على عوده علي زين لاعب طبعا المحترف في نادي الشرق الاماراتي، ولكن نجح النادي الاهلي ان هو يحصل على توقيع عمر ياسين عشان يضمه لثلاث مواسم، ويتبقى فقط التوقيع على العقود بشكل رسمي بعد انتهاء الموسم الحالي. عمر ياسين لعب في عدد كبير من الانديه، كان ابرزهم الاهلي والزمالك وطلائع الجيش، غير التجارب الاحترافيه الخارجيه، وهيكون ليه دور مهم جدا في النادي الاهلي خلال المواسم المقبله، ده طبعا بناء على أدائه في الفترة الماضية مع كل الأندية اللي لعب فيها، بنتوقع له إن شاء الله النجاح مع النادي الأهلي، وأكيد هنتعرف أكتر على تفاصيل من خلال عمر ياسين لاعب منتخب مصر لكرة اليد. عمر برحب بيك في ملعب الأبطال. ألو، السلام عليكم كابتن محمد. إزيك يا عمر، أخبارك إيه؟
كله بخير؟ أهلا بيك. في البداية طبعا بقول لك مبروك على الخطوة دي، إن شاء الله تبقى خطوة تكمل بيها مسيرتك الناجحة مع كل الأندية اللي لعبت ليها. فعايز أتكلم معاك في البداية، قول لي الاتفاقات كانت ماشية إزاي، واحكي لنا كده تفاصيل التوقيع إيه؟ يا رب فيك يا كابتن. هي القصة، أنا دلوقتي حصل اتفاق مبدئي ما بيني وما بين إدارة النادي الأهلي، كان كابتن طارق محروس يعني هو اللي كان المتولي عملية الاتفاق. طبعا كابتن طارق انا كنت بلعب معاه في نادي الجيش قبل كده، وفي النادي الاهلي لعبت معاه قبل كده، ليا تجارب معاه يعني. بس وهو طبعا اول ما كلمني على النادي، انا كنت عندي هنا عروض من قطر، عرضين من قطر، وكان عندي عرض من الدوري الروماني ان انا ارجع تاني رومانيا. بس فهو اول ما كابتن طارق كلمني بصراحه انا يعني وقفت كل العروض الثانيه. و حلو، دي حاجه جيده يعني. انا عايز اعرف، اتمنى التفاوض يعني على خير الحمد لله. الحمد لله. لسه قاعد في قطر يعني، لسه ما نزلتش، لان مستني الطيران يفتح، لسه مفيش طيران من هنا ان شاء الله. طيب ليه فضلت خطوه النادي الاهلي على بقيه العروض، سواء العروض اللي كانت من رومانيا او العروض اللي جالك من بعض الدول الاخرى يعني؟ لا انا اصلا خدت فتره يعني خطوه الاحتراف، لان انا كنت حابب ان انا يعني اسافر اخد التجربه دي وارجع منها تاني على يعني اختم مسيرتي في النادي الاهلي. هي الخطوه دي جت دلوقتي، فانا طبعا كنت مرحب جدا بيها. ده كده كده بيتي، انا طول عمري من ابناء النادي الاهلي، ولعبت في النادي الاهلي 10 سنين في الدرجه الاولى قبل ما اسافر، قبل ما اروح نادي الجيش. ف بالنسبه لي طبعا يعني اي حد من ابناء النادي الاهلي او حتى من بره النادي الاهلي يبقى امنيه حياته انه يختم مسيرته هناك. اكيد اكيد يعني. طيب النادي الاهلي اضافه لاي حد. طيب عمر، يعني انا عايز يبقى ليا السبق معاك، وبرنامج ملاعب الابطال يبقى ليه السبق. يعني رساله كده توجهها لجماهير النادي الاهلي، تطمح معاهم في ايه في الفتره القادمه، وان شاء الله امنياتك الشخصيه مع النادي الاهلي. طبعا انا يعني باذن الله دعوة جمهور الاهلي ان احنا كفرقه السنه دي هنبذل اقصى حاجه عندنا علشان نلبي طموحاتهم. طموحات نادي الاهلي معروفه يعني، دايما بتبقى هي المركز الاول، ما بنتنازلش عن حاجه غير المركز الاول، وانا عارف ان الجمهور طموحاته كده، وان شاء الله باذن الله نوعدهم ان احنا نلبي طموحاتهم ونحاول اقصى نبذل اقصى حاجه عندنا، ونحاول نحقق البطولات اللي احنا داخلين فيها. احنا داخلين بطوله افريقيا في شهر 11 المفروض ان شاء الله، وفي الدوري والكاس، دول اقرب حاجه دلوقتي قدامنا. عمر، يعني بعد طبعا فترة احتراف في الخارج، عايزك تقولي كده الفروق اللي انت لمستها في الخارج في أي دوري لعبت فيه، وما بين الدوري المصري والمسابقات الإفريقية اللي انت بتخوضها مع النادي الأهلي قبل كده يعني. الفرق ما بين بره وعندنا في مصر انه الموضوع فيه احترافية أكتر. في كل النواحي، سواء من النواحي الإدارية أو من النواحي حتى من ناحية اللعيبة نفسها يعني. اللعيبة بره كل واحد ملتزم بنفسه، حتى في وقت فراغه هو عارف هو بيعمل ايه، بيتمرن لوحده، مفيش حد مستني مدرب او مستني اداري او مستني اداره تحاول توجهه لحاجه معينه. هو المفروض كل واحد مسؤول عن نفسه. تطبيق الاحتراف بكل اموره يعني. بالظبط يعني، الاحتراف بره الملعب قبل جوه الملعب، دي يعني دي من ضمن الحاجات اللي هي فعلا فروق كبيره ما بيننا وبينهم، انه الموضوع بره مش ان انت الساعتين بتوع التمرين بس، لا الساعتين بتوع التمرين دول جزء، لكن الموضوع اكبر من كده. الموضوع بره الملعب اهم من جوه الملعب كمان، لانه مسؤول عن اكلك وشربك ومواعيد نومك والكلام ده، كل الكلام ده بيفرق. طبعا. طيب يعني لا يفوتني ان انت تكون معايا. انا امبارح عملت مقدمه عن اهميه استضافه مصر لبطوله كاس العالم لكره اليد، ودي اول مره بطوله كاس العالم لكره اليد تنظم ب 32 فريق. شايف ازاي استضافه مصر لهذا الحدث، وانتوا كلاعبين يعني طموحكم ايه ان شاء الله في هذه البطوله؟ والله طبعا دي حاجه كويسه جدا انه بطوله كاس العالم تعمل عندنا في مصر. للاسف احنا الفتره دي عشان الظرف حصل يعني في كل حته في العالم، موضوع الفيروس بتاع الكورونا. بس يعني الحمد لله اللي انا عارفه يعني انه التنظيم ماشي زي ما هو، وان البطوله اتلعب في ميعادها، وانه يعني مصر والجانب المصري كان ملتزم بكل التعهدات وكل الاتفاقات اللي تمت على ان هو البطوله تتلعب في ميعادها في يناير 21 2021. حتى انا عرفت ان الصالات والحاجات دي كلها كله يعني جاهز بالفعل، البنيه التحتيه جاهزه، كله جاهز. طموح كنتوا كلاعبين ايه يا عمر قبل ما اختم معاك؟ طموح كنتوا كلاعبين طبعا يعني. طموح طبعا لعيبه المنتخب اكيد ان هم يوصلوا يعني للمربع الذهبي في البطوله دي، خاصه البطوله على ارضنا هيبقى في دعم جماهيري في مسانده من الجماهير.
وباذن الله باذن الله يعني نحاول نوصل للمربع يعني ده هيكون التارجت ان شاء الله. ان شاء الله بشكرك جدا يا عمر، ويعني بتمنى لك كل التوفيق ان شاء الله في الخطوه المقبله باذن الله. ده كان عمر ياسين اللي طبعا انضم للنادي الاهلي او خلاص بات على ابواب الانتقال للنادي الاهلي. مكملين اخبارنا ولكن خبر من اتحاد كرة اليد برئاسة المهندس هشام نصر عن إقامة الاختبارات النظرية والعملية للدارسين اللي حضروا الدراسة الأساسية للمدربين الجدد واللي كانت في شهر يناير اللي فات. الاختبارات هتقام يوم 24 يوليو الجاري على الصالة الدولية في المدينة الرياضية ببورسعيد، وهتشهد مشاركة تقريبا 92 دارس من كل محافظات مصر المختلفة. الاتحاد أعلن أنه هيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الاختبارات، وأن أي دارس هيدخل من غير الكمامة مش هيدخل، طبعا لازم نطبق كل الإجراءات الاحترازية. أيضا هيتم مراعاة قصة التباعد الاجتماعي بين الدارسين خلال الاختبارات بحيث يتجنبوا تماما العدوى، وإن شاء الله كل الأمور تمشي بشكل جيد. لسه مع أخبار كرة اليد ولكن من فرنسا، مروة عيد عبد الملك لاعبة المنتخب الوطني لكرة اليد والمحترفة في الدوري الفرنسي حاليا أعلنت تفاصيل إصابتها بفيروس كورونا، وده بعد ما خضعت لعدد من التحليل قبل استئناف الدوري الفرنسي. مروة قالت أنها خضعت لتحليل أجسام مضادة ومسحة للكشف عن كورونا، وأن تحليل الأجسام المضادة طلع إيجابي في حين أن المسحة جاءت سلبية، وأن ده بيؤكد أنها بالفعل تعرضت للإصابة بفيروس كورونا وتم شفائها منه الحمد لله. يعني مروة عيد كانت آخر من يعلم عن إصابتها بفيروس كورونا. خلونا يعني أكيد نعرف تفاصيل أكتر عن الموضوع من خلال مروة عيد اللي معانا على التليفون من فرنسا. مروة برحب بيكي. أهلا بيك محمد، أهلا بيك، ليا الشرف إن أنا أكون موجودة معاك النهاردة. أهلا بيك. أكيد يعني برحب بيكي في ملاعب الأبطال. في البداية كده احكي لنا يعني عن الخبر اللي أنا قلته، أكيد ليكي تجربة مع فيروس كورونا، شفتي التجربة كانت عليكي عاملة إزاي بحيث إن أي حد بيسمعك يحاول إن هو يستفيد منها؟ والله انت زي ما قلت بالظبط، حضرتك ما تكرمت وتفضلت وقلت فعلا ده اللي حصل فعلا. للاسف يمكن انا اكتشفت امبارح كان اول يوم تجميع لينا بنعمل المساحات والتحاليل وكده، وبعدها بكام ساعه النتيجه طلعت، وطلع النتيجه بتاعه الاجسام المضاده طلع ان انا بوزيتيف. في الاول خالص كانوا فاكرين ان انا اوريدي بوزيتيف دلوقتي، وقالوا لي اسبوعين في البيت، ما تخرجيش ما تنزليش ما تعملش اي حاجه لحد ما نشوف المسحه الثانيه هتطلع امتى، اللي هي المسحه اوريدي بتاعه الكورونا. بعد كده اكتشفنا، كان وقت صعب جدا جدا عدى عليا الصراحه، لكن بعدها بشويه اكتشفنا ان ديت الاجسام المضاده اللي في الجسم ده معناه ان اوريدي الكورونا كانت موجوده عندي وطلعت. لكن انا فعلا مريت بتجربه كانت صعبه الى حد ما شويه. بدايه الحظر ما بدا كان حوالي في 14/3، مريت باسبوعين كانوا صعبين جدا جدا عليا، بس انا كنت فاكره ان هو برد عادي، وكانت بتعالجني واحده صاحبتي، وكانت هي لعيبه في النادي الاهلي سابقه ودكتوره، الدكتوره ضاء عادل، هي اللي كانت بتعالجني من مصر بالتليفون. كانت بتقول لي على الادويه والحاجات اللي اخدها والبروتوكول اللي انا اقدر امشي عليه واعمله، لان زي ما حضرتك عارف ان لحد النهارده ما حدش اكتشف علاج لكورونا للاسف. أكيد. الوضع كان صعب قوي، كان الموضوع عندي جاي لي بصداع اكتر وسخونيه وحاجات كده. لكن اعتقد ده الحمد لله رب العالمين كان من لطف وفضل ربنا عليا، ان انا ما كنتش عارفه ان ده كورونا، انا كنت شاكه، لكن كان معظم الناس في الوقت ده بتقول ان كورونا بتيجي بكحه اكتر، فانا ما كانش عندي كحه، كان عندي شويه اعراض كده اللي هو السخونيه والصداع لمده 12-13 يوم. يعني كانت تجربه صعبه جدا، بس الحمد لله رب العالمين من لطف ربنا ان الموضوع كان، ان انا ما كنتش اعرف انها كورونا. اكيد. الحمد لله رب العالمين، يعني تجربه صعبه. امبارح كان يوم صعب عليا لما قالوا لي انا عندي اوريدي كورونا. اتمنى ان الناس تحافظ على نفسها، الناس تاخد بالها، لان الموضوع مش 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 سهل. البلاد كلها فتحت، ومصر كمان بدات تفتح، والحياه بدات ترجع، والرياضه بدات تمشي وتاخد مجراها، لكن الاحتراز واجب. اعتقد ان الكمامه دي حاجه مهمه جدا 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 جدا، دي اكيد رساله مهمه للناس. لازم الناس تلتزم بيها، لان الكمامه 95%، طول ما انت لابس الكمامه انت في امان. فاتمنى يا رب ان شاء الله اي حد يكون بيتابعنا وبيتابع برنامج حضرتك وبيتابع قناه اون تايم سبورت، ان هو ان شاء الله ياخدوا بالهم موضوع الكمامه ده حاجه مهمه جدا 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 أكيد جدا. دي نصيحه هامه. يعني قبل ما اختم معاكي، طمنينا كده على مشوارك الاحترافي وطموحك ايه في الفتره القادمه. والله يمكن الحمد لله رب العالمين، بقى لي 10 سنين في فرنسا، 5 سنين في نيس، عندي عقد لمده سنتين. طموحي ان شاء الله رب العالمين ربنا يبعد عننا الاصابات، بس اهم حاجه ان شاء الله والواحد ان شاء الله يقدر يقدم حاجه كويسه السنه دي ان شاء الله، بدايه الموسم الجديد شهر 9 مع فريقي، وربنا يبعد عننا الاصابات يا رب ودعواتكم يعني. طيب احنا كنا فتحنا هنا يعني خلال
ملاعب الأبطال مناقشة عن موضوع منتخب السيدات ودوري السيدات، رأيك في القصة دي ونفسك تشوفي ايه في مصر مش موجود بره؟ والله نفسي اشوف يبقى فيه اهتمام اكتر بكره اليد النسائيه، يعني زي ما كان موجود اهتمام بالكره الطائره وبكره السله والكلام دوت. اتمنى ان شاء الله ان الاتحاد المصري لكره اليد يخطو بخطى الاتحاد الطائره واتحاد السله في مصر، ان هم مهتمين اكتر بالبنات. مش بتكلم عن نفسي، بتكلم عن بقيه اللاعبات الصغيرين اللي طالعين. انا برضو لحد ما سني بدا يكبر شويه، مش عارفه اذا كنت هكمل دولي ولا مش هكمل الكيس نو حصل منتخب ولا لا، لكن اتمنى ان شاء الله رب العالمين ان هو يديهم. اتمنى يعني اكيد احنا كنا خدنا وعد على فكره من رئيس الاتحاد ان في فرصه ان شاء الله لتكوين منتخب السيدات تاني، نتمنى ان انت تبقي معاهم ان شاء الله يا مروه. والله اتمنى ان شاء الله وقتها نبقى نشوف باذن الله رب العالمين الدنيا هتمشي ازاي. انا شرفت ان انا مثلت منتخب مصر في 2004 و2010 و2012 ثلاث بطولات افريقيه رسميه. شرف كبير واحساس عظيم انك تلبس تيشيرت بلدك. اعتقد ان اللاعبات الموجودين كلهم دلوقتي حقهم يعيشوا نفس الاحساس اللي انا عشته انا وزمايلي. اتمنى يكون في اهتمام اكتر، اتمنى يكون في مشروع لكره اليد النسائيه، مش بس مجرد تجميعات ويخشوا بطوله كده تاخدهم الدار للنار، لا اتمنى يبقى في مشروع محترم. عندنا ناشئات كويسين قوي، عندنا لاعبات على مستوى عالي موجودين في كل انديه مصر. اتمنى ان شاء الله رب العالمين يبقى في مشروع ليهم على المدى البعيد، وانا واثقه ان شاء الله لو في حصل شويه اهتمام ان شاء الله البنات تقدر تثبت نفسها على المدى البعيد ويقدروا يعملوا حاجه باذن الله رب العالمين ويشرفوا بلدنا. ان شاء الله يا مروه، بقول لك الف سلامه وان شاء الله تشرفينا دايما، وكفايه ان انت موجوده يعني في فرنسا، ترجعي لنا بالف سلامه قريب ان شاء الله. دي كانت مروه عيد لاعبه منتخبنا الوطني المصري ولاعبه كره اليد المحترفه في فرنسا. مكملين اخبارنا ان شاء الله ولكن بعد الفاصل. بجد التحية بحضراتكم، مكملين في أخبارنا والخبر القادم من لعبة تنس الطاولة. الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة معتز عاشور هيجتمع اليوم لمناقشة العديد من الملفات الخاصة سواء بالمنتخبات أو الأندية المصرية. الاجتماع هيشهد وضع خطة احترازية كاملة لمعسكر المنتخب الأولمبي اللي تأهل لأولمبياد طوكيو واللي هيقام في منتصف الشهر ده بصالة الاتحاد في الاستاد، وكمان تحديد موعد سحب عينات فيروس كورونا اللي بيتحملها الاتحاد للاعبي المنتخب. كمان هيتم مناقشة إلغاء بطولة مصر الدولية للناشئين اللي كان مقرر أن تستضيفها مصر في شرم الشيخ في شهر أكتوبر المقبل، ده طبعا بسبب صعوبة إقامتها في الظروف الحالية بسبب فيروس كورونا، بالإضافة لتحديد موعد عودة البطولات المحلية بشكل رسمي ومخاطبة الأندية المشاركة في البطولات المحلية من أجل إجراء مسحة فيروس كورونا قبل استئناف البطولات للحفاظ على سلامة الجميع. وأخيرا آخر نقطة في الاجتماع هيكون مناقشة بطولة العالم اللي هتستضيفها كوريا في شهر مارس الجاي 2021 وسبل الاستعداد ليها، والبطولة العربية للأندية والتي تقام في شهر نوفمبر في لبنان. أكيد خطة كبيرة جدا هيحاول اتحاد تنس الطاولة أنه هو يلم كل هذه الأمور. ومن تنس الطاولة هروح للكاراتيه اللي بدأ الاتحاد بتاعه أنه يعمل تحركات قوية جدا هدفها الحصول على موافقة بإقامة البطولة الإفريقية العام المقبل في منطقة أهرامات الجيزة. طبعا منطقة أهرامات الجيزة بقت نقدر نقول واجهة جيدة جدا لمصر، بنحاول دايما نظهر بيها للعالم قد ايه ان احنا عندنا حضارة هامة جدا. الاتحاد قال ان الهدف من إقامة البطولة في منطقة الأهرامات هو المساهمة في ترويج السياحة وكمان إضافة صورة جمالية لبطولات الكاراتيه بعد ما كانت بتتلعب في الصالات المغطاة. الاتحاد كان خد قرار بإقامة بطولات الجمهورية شهر سبتمبر المقبل، وهيتم من خلالها اختيار عناصر المنتخبات للأعمار السنية المختلفة عشان إن شاء الله مصر يكون عندها جيل جديد من اللاعبين اللي يقدروا يمثلوا المنتخبات في البطولات المختلفة لسنوات قادمة ويحققوا إن شاء الله إنجازات. عشان نعرف أكتر هيكون معنا على التليفون الأستاذ محمد الدهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه. أستاذ محمد برحب بحضرتك. أهلا وسهلا، ازيك يا أستاذ محمد؟ ازيك؟ أخبار حضرتك؟ يا رب بخير. الله يخليك، الحمد لله رب العالمين. يعني اختيار منطقة الأهرامات لإقامة البطولة الإفريقية عليها عديد من الأسباب زي ما أنا قلت، بس أنا حابب حضرتك تشرح وجهة النظر الخاصة باختيار منطقة الأهرامات لكل اللي بيسمعوا حضرتك دلوقتي وبيشوفوا البرنامج بتاعنا. هو احنا الحمد لله رب العالمين تم اختيار مصر أنها مسؤولة عن ملف بتاع بطولة أفريقيا في العام القادم 2021، فاحنا قلنا نفضل إن احنا نعملها بشكل مختلف عن كل مرة، قلنا نعملها على سفح الهرم، هتبقى منطقة
ذات رواج سياحي اكثر، نساعد في السياحه، دعم السياحه في مصر نمره واحد. نمره اثنين هتبقى واجهه كويسه ومشرفه لمصر، والافارقه كمان هيحبوا ايضا الاستمتاع بالبطوله في المنطقه دي، وهيبقى لها طابع كويس جدا وفريد بالنسبه للبطوله الافريقيه ان شاء الله. طيب ده بالنسبه للاختيار، اكيد حضرتك ابتديت تاخد بعض الاجراءات عشان تحصل على الموافقات، هل ده تم بالفعل؟ يعني ابتديت في هذه الاجراءات ولا لا؟ هو طبعا احنا عملنا اجتماع مجلس اداره امبارح للاتحاد المصري للكاراتيه عشان نعمل لجنه عليا مسؤوله عن الملف بتاع البطوله الافريقيه بالكامل، عشان يبدا الاتصالات بالمعنيين تمام من ناحيه السياحه ومن ناحيه حفظ جديده والجهات المعنيه بالكامل عشان نقدر نجيب موافقات، وباذن الله تعالى هيبقى في دعم كبير جدا من وزاره الشباب والرياضه لتخطي هذه المساله باذن الله تعالى. باذن الله اكيد رياضه الكاراتيه من الرياضات الجيده. اكيد حضرتك عندك طموحات بتحاول ان انت تنفذها من خلال رئاستك لاتحاد الكاراتيه، يا ريت حضرتك تقول لي على الوضع الحالي في لعبه الكاراتيه في مصر. هو طبعا احنا الحمد لله رب العالمين كان شغالين من اول ازمه كورونا بالمنتخب للناشئين والشباب وتحت 21 وكبار، كنا شغالين اونلاين. بعد فك الحظر ان شاء الله هيبدا المنتخب الاولمبي فقط هو اللي هيتمرن في المركز الاولمبي، وهيتم عمل مساحات للاعبين، لان طبعا بعد ما عدى مع اللجنه الطبيه داخل اللجنه الاولمبيه التعليمات ان لازم يتعمل معسكر مش اربع ايام، احنا كنا واخدين اربع ايام داخل المركز الاولمبي، قال المعسكر لازم يبقى مغلق اقل حاجه مده اسبوعين اثنين ويتعمل مسحتين قبلها. فطبعا اسبوعين اثنين عائق شويه على بعض اللاعبين عندنا، لان لعبه الكاراتيه عندنا اللعيبه في لعيبه في عندها امتحانات بالنسبه للجامعه، في لعيبه موظفه، فبالتالي صعب استحاله اقامه اسبوعين اثنين في الفتره الحاليه. فقلنا هنبدا الاسبوعين الجايين بالكامل معسكر تدريب المنتخب في المركز الاولمبي عباره عن ثلاث ايام في الاسبوع، السبت اثنين اربع او حد وثلاث وخميس، على اساس برضه يبقى اللعيبه تنتظم بشكل جيد، ما بقاش في عائق بالنسبه للعيبه كمرحله اولى لحد ما نوصل نشوف ايه جائحه كورونا ايه اللي هيتم فيها في الفتره القادمه باذن الله. ان شاء الله. ده بالنسبه للمنتخب الكبير. منتخب الشباب والناشئين شغال من شهر مارس بعد توقف الانشطه اونلاين، تدريبات فيتنس وبرده بعض التدريبات بالنسبه لاساسيات الكوميتيه والكلام ده والكاتا توجيهات من المدربين، وقاموا بالمشروع ده على اكمل وجه، وكان في اكبر عدد موجود بالنسبه للعيبه في الناشئين والشباب على زوم بقياده الجهاز الفني بالكامل. لكن احنا لقينا في الفتره الحاليه بعد تاجيل بطوله العالم، كانت بطوله العالم الشباب والناشئين كان محدد لها انها تقام 2021، فبسبب الازمه الموجوده الحاليه تاجلت بطوله العالم للكبار من 2020 الى 2021، وبناء عليه ترتب عليه ان بطوله الشباب والناشئين اتاجلت ل 2022، فاصبح قدامنا سنتين ونص على اقامه بطوله العالم. بخلاف ان بطوله افريقيا ان شاء الله تم التنسيق مع رئيس الاتحاد الافريقي امس ايضا انها تقام في نهايه شهر اغسطس، فبالتالي لسه قدامي فتره طويله لاعداد الناشئين، والموازين هتختلف والاعمار السنيه هتختلف بالجهاز الحالي باللاعبين الموجودين حاليا في المنتخب. فبناء عليه نشاط الاتحاد المصري هيبدا من 1/9، هنبدا بانشطه الكاتا من سن 10 سنين لحد فوق 18 سنه الاول، وبعد كده هيكون دخلنا على منتصف شهر 10 هنبدا بعد كده بمسابقات الكوميتيه عشان برضه النواحي الاحترازيه والمدحه للعيبه والكلام ده كله، فهتكون الدنيا وضحت اكتر والازمه تكون فكت اكتر من كده بشويه عشان برضه نحافظ على سلامه اللاعبين. فبالتالي خدنا قرار بحل الاجهزه الفنيه بالكامل، توجيه الشكر للجهاز الفني بالكامل واللاعبين، لان يبداوا اللعيبه في الفتره دي يتمرنوا في انديتهم، لان البطوله هتبدا الجمهوريه من 1/9، فبالتالي نحافظ عليهم، وكل مدرب من النادي بتاعه اللاعب يتمرن في النادي بتاعه عنده، لان مدرب النادي برضه له حق في اللاعب عنده، ويبدا يشكله من جديد ويبدا يعدله الاخطاء اللي عنده او برضه يرفع بروحه المعنويه عشان يدخل بطوله الجمهوريه ويتم تشكيل المنتخب مره اخرى في شهر نوفمبر القادم باذن الله تعالى. طيب يعني موضوع شكر المدربين وان هم الفتره دي ما يبقوش تابعين او بيتابعوا اللاعبين، هل ده ممكن ياثر بالسلب ولا لا؟ هو طبعا برضه احنا عندنا الجهاز الفني على مستوى عالي، وايضا مدربين الانديه ايضا على مستوى عالي، احنا لعبه فرديه بالاساس، فكل لاعب بخلاف اللي بيتمرن في المنتخب بيتمرن ايضا في النادي بتاعه. وبعدين عندي مشكله اساسيه النهارده، المركز الاولمبي كان طول السنه اللي فاتت واللي قبلها جميع المنتخبات اللي عندي ناشئين وشباب وتحت 21 وكبار بيتمرنوا داخل المركز الاولمبي، النهارده اصبح المركز الاولمبي في الفتره الحاليه قاصر فقط على اللاعبين الاولمبيين اللي هيلعبوا دوره الالعاب الاولمبيه،
فبالتالي طيب. مفيش مكان متواجد فيه النهارده للناشئين والشباب. طيب المدربين ممكن... المدربين هيتاثروا سلبيا يعني نفسيا ممكن يتاثروا بالسلب ولا طبعا بس هم متفاهمين لان طبعا هم الجهاز الفني موجود معانا بقاله سنتين في القصه دي، ولكن عدم وجود نشاط دولي حاليا في الفتره الحاليه وعدم وجود ملاعب مجهزه النهارده لتدريب المنتخب الناشئين والشباب بعد المركز الاولمبي اصبح معدل الاولمبيين فقط في المرحله الحاليه، يتعذر عليهم تدريب على ارض الواقع في الملعب، فمش معقول هيستمروا النهارده تدريب ثلاث شهور اونلاين تاني بخلاف الثلاث شهور اللي فاتوا، بتبقى العمليه صعبه شويه ومش بيبقى فيها جديه شويه في التمرين بقدر ان اللاعب يتمرن في النادي بتاعه، وبعد بطوله الجمهوريه يبدا تجميع المنتخب مره ثانيه بناء على النتائج الفعليه لبطوله الجمهوريه، فهيتم احلاله تجديد، وخصوصا ان الاعمار السنيه هتختلف في تشكيل المنتخب القادم، عشان يلعب ل 2022 لازم الاعمار السنيه هتختلف، وفي نفس الوقت الموازين ايضا هتختلف. فيصبح المنتخب الحالي بلا جدوى بمعنى صح. تمام، استاذ محمد دهراوي رئيس اتحاد الكاراتيه بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله توفقوا في كل القرارات واهمها اكيد استضافه البطولات تحت سفح الاهرامات. يعني نكمل اخبارنا ولكن الخبر القادم من اتحاد الدرجات، اتحاد الدرجات اللي برؤوسه الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدرجات كان اجتمع مع اللجنه المكلفه بعمل التصور الخاص بالخطة الطبية والفنية بالإضافة إلى تنفيذ الإجراءات الاحترازية اللي جاية للاتحاد وعرضها على اللجنة الطبية باللجنة الأولمبية المصرية من أجل عودة النشاط. الاجتماع دكتور وجيه عزام تناول فيه مناقشة كافة الإجراءات الاحترازية وإمكانية عودة النشاط والاحتياجات المطلوبة في الفترة اللي جاية إن شاء الله لمواجهة تحديات فيروس كورونا. اللجنة يعني كانت حضرت توصيات هيتم عرضها على مجلس إدارة الاتحاد لاعتمادها، وبعدين هيحاولوا ان هم يرسلوها للجنه الاولمبيه ووزاره الشباب والرياضه. ونروح لاخبار اتحاد الريشه الطايره برئاسه الاستاذ هشام التهامي اللي خاطب اللجنه الاولمبيه المصريه لتحديد موعد المسحه الطبيه للاعبي المنتخب الوطني قبل ما ينتظموا في معسكر المنتخب استعدادا للبطولات المقبله. منتخبنا الوطني للسيدات بيستعد للمشاركه في بطوله العالم للفرق والمحدد اقامتها خلال الفترة من 3 وحتى 10 أكتوبر المقبل، وعايز يحدد موعد لإجراء المسحة عشان يكون في تأمين للاعبين. مسؤول ريشة الطايرة وضعوا خطة استعداد لاستكمال المسابقات الخاصة بالموسم الحالي، مؤكدين التزامهم التام بكافة الإجراءات الاحترازية اللي أقرتها اللجنتين الطبيتين بوزارة الرياضة وأيضا اللجنة الطبية الخاصة باللجنة الأولمبية. الاتحاد كان قرر قبل كده خوض المنتخب فترة إعداد بدنية مع الدكتور محمد عبد الرؤوف دياب مخطط أحمال المنتخب الوطني لمدة أسبوعين أو ثلاثة قبل البدء في التجهيز الفني للاعبين. آخر أخبارنا النهاردة عن باتريك ماهومز لاعب كرة القدم الأمريكية أو الرجبي زي ما بنقول عليها، أصبح أغلى رياضي في تاريخ الرياضة في العالم، ده بعد ما اتفق مع إدارة نادي كانساس سيتي على تمديد عقده لمدة 10 سنوات بقيمة تصل إلى 503 مليون دولار. العقد كمان بيتضمن التأمين ضد الإصابات. ماهومز عنده 24 سنة ولكنه أكثر اللاعبين قيمة في دوري كرة القدم الأمريكي في عام 2018، وقدر يحقق نجاحات كتيرة جدا وقاد فريقه إلى بطولة سوبر بول الموسم الماضي. وقبل الفوز باللقب في فبراير قال الرئيس التنفيذي لشركة الرؤساء كلارك هانت إن لاعب الوسط هيكون مع الفريق على المدى الطويل. التجديد للتعاقد كان محل انتظار من جميع مشجعي النادي والإدارة لأنه يعتبر واحد من أهم اللاعبين في لعبة الرجبي، والعقد بيعتبر عقد تاريخي وكبير ما حصلش قبل كده في أي رياضة عالمية. كده خلصت أخبار حلقتنا النهاردة، لكن حلقتنا لسه مستمرة، هنخرج لفاصل وبعد الفاصل إن شاء الله نستقبل ضيفتنا النهاردة الكابتن سمر حمزة نجمة منتخب مصر للمصارعة الرومانية وبطلة إفريقية وأحد المصنفين عالميا، إن شاء الله هيكون لينا معاها حديث شيق، انتظرونا ولكن بعد الفاصل. تابعتوا معنا حضراتكم تقرير عن ضيفتنا النهاردة سمر حمزة لاعبة منتخبنا الوطني المصري للمصارعة وبطلة إفريقيا وأحد بطلات العالم. يعني سمر ما شاء الله لعبة عنيفة، فإن احنا نشوف عندنا سيدات في هذه اللعبة في مصر يعني ده شيء مبشر إن شاء الله إن احنا نشوف عندنا أبطال جايين. أكيد كل المشاهدين دلوقتي نفسهم يسألوكي نفس السؤال، يعني ست وتبدأ في لعبة عنيفة وأيضا قبليها كنت في ملاعب الكاراتيه، فليه متجهه ناحيه الالعاب دي؟ مش عارفه، هو كل واحد بيبقى عنده ميول في حياته، ممكن في رسم وممكن في ان هو بيحب يقرا، ممكن اي حاجه تانية. انا لقيت ميولي ان انا عايزه انافس، اخش الملاعب اشوف الدنيا بتبقى ماشيه ازاي جوه، عايزه انافس في بطولات
كنت بتفرج كتير على بطولات في التلفزيون، يعني ان انا اشارك ابقى زيهم وكده. بدات في الكاراتيه، ما حققتش فيه نتيجه لان انا يعني كان الكاراتيه بالنسبه لي لازم ان انا انافس بتاتش، العب بتاتش وكده، ما حققتش فيه حاجه. فكنت في يوم بتفرج على المصارعه، ففي 2012 اولمبياد لندن، فعجبتني وحبيت ان انا اجربها اشوفها، اشوف نظامها ايه في اللعب بتاعها. فروحت لعبت، ومن اخر 2013 لغايه دلوقتي انا بلعب مصارعه. طبعا يعني ما شاء الله، اللي يشوف التقرير دلوقتي يشوف قدامنا سيده ما شاء الله راقيه. يعني ازاي قادره توفقي بين الموضوعين دول في حياتك؟ يعني ان انت تبقي في نفس الوقت كونك كسيده وعندك اكيد تفاصيل كتيره في حياتك، وان انت تتجهي للعبه عنيفه. يعني دايما بنحس ان الالعاب العنيفه اللي بيتجه ليها دايما اكتر الرجال. يعني تمام، انا اساسا يعني لما جيت ابدا مصارعه، يعني الكاراتيه بالنسبه لاي حد هو عادي، لاي البنت تلعب كاراتيه عادي لانه مش لعبه عنيفه شبه المصارعه يعني. فلما لعبت مصارعه حبيت ان انا اكون يعني مميزه شويه، يعني ان انا ما اكونش مثلا اخدت شكل اللعبه او اسلوبي او اي حاجه تتغير كوني كبنت يعني. فحبيت ان انا اكون مختلفه شويه يعني. فلازم، عشان في برضو لعيبه صغيرين بيبقى مثلا شايفين سمر بتلعب في بطوله، شايفين سمر على طول قدامهم في نادي، في شارع، في أيًا كان، في معسكر، ما ياخدوش انطباع ان انا مثلا ولي امر يشوفني مثلا بلبس التمرين، يجي يشوفني بلبس الخروج مثلا، يقتنع ان هو حتى لو يعني بنته او ابنه دخل اللعبه مش هيتحول، او ان هو يكون ضخم، او زي ما الناس فاكره ان انا بلعب في عنف يعني. او في عنف. فلازم ان انا افرق ما بين الاثنين عشان ده الطبيعي يعني. طيب في بدايتك يعني كان في اي مشاكل واجهتك في لعبه المصارعه، ولا الموضوع جه بالقبول سواء من اهلك او صحابك او منك انت شخصيا يعني؟ بص، هو انا في البيت ما حدش عارضني خالص في التمرين او ان انا اختار لعبتي، لان هم طبعا بيشجعوني وعايزيني اكون كويسه. طبعا الناس اللي بره يعني كانوا دايما انتقادات ان انت ازاي تلعبي مصارعه، والمصارعه بالنسبه لهم ان هي لعبه المصارعه المحترفين اللي هي شيل وهبد ووش بيبوظ والكلام ده. فحبيت ان انا اثبت نفسي ان انا ابقى حاجه مميزه برضه، يعني لما تكون مميز بتبقى حاجه كويسه لاي حد. فاستمريت في المصارعه، وهم غيروا فكرتهم طبعا عن الاول. تمام، غيرت فكرتهم. طيب انت اكيد كنت موجوده يعني وانا بعمل بدايه الحلقه. تمام، بدايه الحلقه اتكلمت عن الاهتمام بالالعاب الفرديه. دايما بنشوف ان الاهتمام في مصر رايح للالعاب الجماعيه، بحكم ان هي الالعاب اللي فيها شهره اكتر او فيها نقدر نقول شغف من الجماهير، ولكن الالعاب الفرديه عندنا فيها ابطال كتير جدا في كل اللعبات، وكانت الرساله ان احنا نهتم بالالعاب الفرديه شويه، نهتم بالابطال دي، لان النفع في الاخر هيعود على المنتخب وعلى اللاعب نفسه سواء في تاريخه او اتحاد اللعبه، وايضا هيعود على النادي. يعني رايك ايه في القصه دي؟ والله هو المشكله ان الناس فاهمه ان الالعاب الفرديه هي لعبه، مجرد لعبه كده بودي اولادي فيها عشان تشغل وقتهم، او مثلا في الصيف او في كده، ما دماغهم يعني ما بتودهمش ان هو مثلا ده هيلعب وهيبقى بطل وهيتشهر وهيعمل نتائج كويسه تقول علينا كلنا، يعني على اذا كان اتحاد او نادي او اي حاجه. فكله بيتجه للالعاب اللي زي الكوره وكره اليد والالعاب الجماعيه عشان هي فيها اثاره اكتر وفيها شو اكتر وفيها اهتمام بزياده عنها. هو الاول ما كانش فيه حاجه شبه كده ان الناس بتهتم بالالعاب الفرديه، بس بقالنا فتره الحمد لله الناس بدات تهتم وبداوا ان هم يركزوا ان هم مثلا اولادهم يودوهم للالعاب الفرديه، وده بقت حاجه كويسه يعني من الوزاره او الاتحادات او المراكز الشباب والكلام ده. شايفه ان لازم يكون في دعم، يعني لازم يكون في دعم لابطالنا عشان يقدروا فعلا يحققوا النتائج المطلوبه منهم، ولا لا؟ هو الدعم كده كده يعني على المستوى البلد كده كده، يعني هو الموضوع ده من زمان الناس بتشتكي منه، بس بدا الايام ديت يعني بيبقى فيه مثلا رعاه، وبيبقى فيه الوزاره اهتمت بالابطال المميزين والناس اللي هم بيحققوا نتائج، وبدا اللعيبه الصغيرين يجي لهم اهتمام اكتر ان انا كبرت، انا حققت بطوله، هيجي لي سبونسر، هبقى زي فلان او اللاعب فلان، فالموضوع اتغير. طيب دور الوزاره تحديدا معاكم ايه؟ يعني دايما بنشوف في دعم من الوزاره، فلما بيلاقوا في بطل وماشي في خطوات صحيحه بيكون دورها معاكم ايه يعني تحديدا؟ الوزاره عايزه، انا بشكر طبعا الوزاره جدا الفتره اللي فاتت ديت،
عشان هم حاسين بينا اكنهم معانا في الملعب. يعني هم الفتره اللي فاتت هم معانا فعلا في الملعب، معانا في كل الاوقات. يعني اي حد عنده مشكله، اي حد عنده موضوع، بيخش عادي الوزاره وبيقابل الناس الموجوده هناك وبيحلوا له مشاكله. ولو في حاجه مثلا متعثره مثلا في سفر او في تأشيرات او في اي حاجه، طبعا الوزاره بتساعدنا والدنيا تمام الايام دي. ابرز البلاد اللي بتنافسك افريقيا ايه؟ رغم ان المفروض الافارقه نيجيريا. نيجيريا ما شاء الله، يعني الافارقه بيتميزوا ببنيان جسدي فظيعه، قوه كبيره. فانت ان انت مسيطره على عرش افريقيا دي حاجه تتحسب لك بصراحه. انا في لاعيبه نيجيريه بلعب معاها كل سنه 76 دي. يعني مش عايزه اقول لك هي مش بني ادمه. هي كرهتك بقى خلاص؟ لا هي كرهتني، مش بني ادمه بجد والله. يعني اللي هي انت لو شفتها هي ما تتصنفش تبع البنات خالص. هي حاجه كده يعني كمال اجسام، مكونات عضليه للراجل، كمال يعني. اجسام هي. بس الحمد لله يعني كل سنه بيبقى في طريقه مختلفه عن يعني هم حتى لو درسوني في الماتش ان انا هي مثلا هتلعب معايا السنه اللي جايه، فبتدرس لعبي السنه دي، فانا السنه اللي بعديها بغير طريقه، المدرب بيغير لي طريقه الماتش. فمثلا بدل ما العبها تحت العبها فوق، ملعب العكس. فهي بتكون داخل الماتش حافظه، المدرب محفظه زي ما محفظني المدرب، هي المدرب بتاعها محفظها. مثلا انا هتشتغل معاها فوق تلاقيني بشتغل تحت، فدماغها بتتبرجل. مفيش ابتكار يعني. موضوع يعني موضوع في المصارعه الرومانيه مش مبني على القوه فقط، لا او لا على التكنيك وعلى الفكر وعلى طريقتك. هتخش كل لاعب ليه طريقه لعبه معينه خالص. طب انت اميز الحركات المميزه بيها ايه يعني؟ الانكا. طب دي ايه بقى؟ اشرحيها لل اشرحها ازاي؟ ما ينفعش. طيب طيب اكيد كل لاعب عنده حلم. يعني انا ملاحظ السلسله اللي في رقبتك شعار الاولمبيات. انت شاركتي في اولمبياد ريو. دلوقتي احكي لي كده موقف اولمبياد طوكيو بالنسبه لك ايه، وعندك طموح فيها ايه؟ طبعا كل لاعب بيبقى عايز ان هو يحقق اعلى انجاز في الرياضه هو الاولمبياد. يعني ان انا احقق ميداليه دي حاجه عظيمه جدا، يعني ان انا اوصل المستوى ده وفي سن صغير، او مثلا بقى لي 6 سنين بلعب مصارعه بس، فدي هتبقى حاجه مميزه جدا ان انا اعمل حاجه شبه كده. ومش اول دوره اشارك فيها، هتبقى تاني دوره ان شاء الله اشارك فيها. شاركت في ريو، كان بقى لي 2 سنين بس بلعب مصارعه، ودي برده صعبه شويه في المصارعه ان لاعب ما يبقاش عمره كبير في المصارعه ولسه جديده يعتبر، ما عملتش اي حاجه غير اول افريقيا. وشاركت في بطوله اولمبياد، دي حاجه برضو تتحسب كويسه. طبعا الاولمبياد احنا كنا جاهزين جدا، وكان فاضل لنا بطوله للمشاركه في التاهيل. كانت هتبقى في المغرب شهر مارس اللي فات، واتاجلت طبعا بسبب ظروف البلد وكورونا والكلام دوت. مش عارفين امتى هترجع الدنيا، بس احنا بنتمرن برضو يعني تمرين في البيت كده، والدنيا ماشيه الحمد لله. طب فرصك في التاهل ايه ان شاء الله في حاله يعني اقامه اخر بطوله اللي بتحكي عليها؟ طبعا انا بجيب اول افريقيا كل سنه الحمد لله، فانا دي بتبقى بطوله افريقيه بنلعب مع دول افريقيا كلهم، بيزيد عليهم دول استراليا. طبعا فرصه الحمد لله يعني ان شاء الله، وباذن الله من غير مقاطعه تبقى 100% ان شاء الله اتاهل ان شاء الله. ربنا يبعد عنك بس الاصابات وان شاء الله تضمني. طيب انا عجبني جدا بتقول ان انت بتدرسي المنافس ودايما بتغيري اسلوبك. هل هتعملي كده في حاله التاهل للاولمبياد؟ بتتابعي اللاعبات الدوليات بره مصر وبره القاره الافريقيه؟ بتشوفي دوليا ابرز المنافسين معاكي عاملين ايه طبعاً، والكلام ده ولا لا؟ طبعا احنا قبل اي بطوله بينزل طبعا اسماء اللعيبه اللي هتشارك في البطوله، بنقعد انا والمدرب بنتفرج على الماتشات بتاعت اللعيبه اللي هتنافسنا، واخر بطولات ليهم ايه وطريقه لعبهم، ونشتغل على كذا طريقه. ممكن نغير الطريقه في قبل الماتش، وممكن نغيرها وانا داخله الماتش، ممكن وانا في الماتش الكابتن يغيرها لي. فطبعا دي حاجه اساسيه زي ما انا بدرسهم هم بيدرسوا اللعب. او انت تحسي ان اللعيبه مركزه على حاجه معينه تبداي انت تغيري اسلوب لعبك؟ بالظبط يعني. كده. طب انت بتشاركي في وزن 75، ما فكرتيش في مره ان انت تغيري ميزانك، ان انت تعلي بالميزان او تنزلي في الميزان بحيث ان انت تنولي شرف ميداليه ولا لا؟ يعني لان دايما في اوزان بيكون فيها منافسين صعبين جدا، وفي اوزان العكس صحيح، صح كلامي؟ صح. انا نزلت قبل كده، انا الخامس عالم عملته في ال 72. كان في وجهه نظر ان انا انزل الميزان، فنزلت الميزان 72، وبعد كده رجعت العب 76 تاني، لان انا يعني الكابتن والقياسات الجسمانيه بتاعتي لازم ان انا العب ميزان يكون ان انا مثلا باكل كويس واشرب كويس، عشان مثلا جسمي عضلي فما ينفعش ان انا اخس. فدي ترجع برده للمدرب والرؤى الفنيه بتاعت المنتخب.
طب حافظت ازاي على ميزانك بقى في فتره التوقف؟ بنشوف كل الرياضيين خلاص يعني اللي ميزانه زاد واللي يعني الفتنس عنده قل، القدره البدنيه، عملت ايه في خلال ال 120 يوم اللي ما فيهمش الرياضه دول؟ إيه طبعا احنا بنتابع مع الدكتور تغذيه وبيحط لنا برنامج تغذيه في الفتره اللي احنا قاعدين فيها في البيت، وطبعا مع التمارين اللي كانت في البيت، فدي بتساعد ان احنا على الاقل نحافظ على المستوى بتاعنا في اللعب ومستوانا كمزين كمان. طب انت عملت اي تدريبات غير المحافظه على الاكل؟ اكيد النظام الغذائي حاجه مهمه، اكيد طبعا، بس اكيد في تدريبات. يعني انت لعبه المصارعه محتاجه منك تدريبات عامله ازاي وانت في بيتك؟ لا المصارعه احنا بنتمرن كل حاجه فيها، اسكوال، جري، كل حاجه، يعني تخيل احنا بنتمرنها في المصارعه. فطبعا الفتره اللي فاتت دي كان عندي اللي هي شركه روابط الرياضيه اللي هي السبونسر بتاعي والبنك الاهلي، طبعا بشكرهم جدا طبعا عشان هم الفتره اللي فاتت دول كانوا واقفين جنبنا وعلى طول بيسالوا علينا وبنعمل ايه، قاعدين بنتمرن ما بنتمرنش. كانوا جايبين لنا ادوات كل لاعب في الفريق نتمرن بيها في البيت، وطبعا المدرب بتاعي كان بيجي يمرني ومتابعه على طول معاهم يعني الحمد لله. طيب شايفه ازاي ملف المصارعه النسائيه في مصر؟ شايفه ان يعني ممكن يكون عندنا لاعبات تانيين غير سمر حمزه، ولا الموضوع ما فيهوش دعم شويه في حته السيدات المصارعه النسائيه؟ دلوقتي الموضوع مختلف، الموضوع دلوقتي مش موضوع دعم او ان انا مستنيه دعم عشان هتمرن. الموضوع دلوقتي ان في منافسه وفي تشجيع مش طبيعي من اذا كان من مثلا من النادي بتاعها او الاتحاد او طريقه البرنامج اللي ماشيين عليه دلوقتي. في لاعبات كتير طبعا هيبقوا ابطال وكويسين جدا وبيحققوا برده في افريقيا وسنهم صغير، ومع الوقت هيبقوا ابطال طبعا. طيب اي بنت بتشوف سمر حمزه النهارده وكانت عارفاها او ما كانتش عارفاها، او اي واحده نفسها تلعب لعبه المصارعه الرومانيه، يعني لو هتقولي لهم رساله من خلال برنامجنا ملاعب الابطال وبوجود لاعبه نجمه ومحققه القاب كتيره سواء افريقيا او عالميا، يعني تقولي لهم ايه وتوجهي رساله للبنات دي؟ يعني تقولي لهم ايه؟ طبعا عايزه اقول ان مفيش حاجه صعبه على البنت ان هي تعملها، لو عايزه حاجه هتوصل لها. لو حطت حاجة هدف قدامها طبعا يعني غصبا عن أي حد هيوصلها، حتى لو كانت ما في انتقادات أو في أي حاجة لازم نكمل، وفي الآخر نثبت عكس اللي الناس أخداه عننا يعني، أو عن اللعبة اللي هشارك فيها أو عن أي حاجة هي بتحبها وعايزة تعملها. تمام، ده الجانب المعنوي. خطوات يعني عايزين حاجة بقى عملية، يعملوا إيه؟ يعني فعلا يروحوا الاتحاد مثلا يسألوا، ولا يروحوا لاي نادي كمشاركه في اللعب يعني المصارعه وكده؟ عايزين يبداوا يكونوا في كل مثلا في كل محافظه في نوادي ياما وفي مراكز شباب كتير على المستوى الكويس يعني، اكيد هم لو عايزين يوصلوا هيوصلوا، او اللي هم مثلا سالوا هيوصلوا. وسهل يا سمر يعني من خلال المشاركه في البطولات المحليه ان لاعبه تلفت الانظار ليها بسرعه انها تقول لا خلاص اللاعبه دي ممكن تبقى في المنتخب، ولا الموضوع بيكون فيه صعوبه يعني في الاول؟ انا عايز اقول لك انا كسمر اول ما بدات المصارعه في بطوله الجمهوريه انا كنت لعبه جديده في 2000 مظبوط. انت بتحاولي فيه ان انت تفوزي ايا كان النتيجه، يعني مش شرط هو مش سكور زي بعض اللعبات الثانيه، هو 6 دقائق بيشوفوا مين فيهم عمل حركات اكتر بنقاط اكتر، صح؟ لا مش كده، هو 6 دقائق انا سجلت في الماتش، يعني لازم 10 يعني مثلا لو اكسب 10-0 او مثلا لو سجل اللاعب سجل عليا مثلا 4 يبقى لازم اكسب 14 عشان ابقى 10. لازم يكون في فرق سكور 10. ممكن اخلص الماتش 1-0 عادي، 2-0، 2-2، بس انا اكون مسجله الحركه الاخر. طيب ايه اللي احنا محتاجينه عشان نخلي شويه في دعم للرياضه النسائيه بشكل عام؟ انت شايفه ان في مصر الرياضه النسائيه ناجحه زي الاهتمام بالالعاب اللي بيكون فيها رجال ولا لا؟ هو فكر. فكر المجتمع، مش قصه دعم وحد يدعمهم ولازم حد مثلا يسلط الضوء عليهم، لا هي فكر مجتمع. انا مثلا انا بلعب مصارعه ممكن حد يتقبلها وحد ما يتقبلهاش، حد ينتقدني وحد يشجعني. مش قصه ان انا ادعم فلان او ادعم اللعبه ذات نفسها عشان الناس تتجه ليها. تمام. طيب ما اكيد مكملين حديثنا مع احد النجوم واللاعبات المصارعه الرومانيه بطلتنا سمر حمزه، ولكن بعد الفاصل. بجد التحية لحضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وبرنامجكم ملاعب الابطال، مكملين حلقتنا النهارده الشيقه مع احد
نجمات المصارعة الرومانية، بطلة العالم وبطلة إفريقيا وبطلة مصر بالتأكيد سمر حمزة لاعبة منتخبنا الوطني. سمر بجدد بيك التحية. قبل الفاصل كنت بتتكلمي عن قصة السيدات ونظرة المجتمع ليهم. تمام. طيب عايز أخدك لحتة تانية خالص، إن دايما بيكون السيدات عندهم عوائق أو ظروف بتمنعهم من استكمال الرياضة. أقل مثلا أقوله لك الإنجاب وإن هي يبقى عندها مسؤوليات في بيتها أو الزواج بصفة عامة. هل شايفة إن دي المعوقات ولا في معوقات تانية ممكن تواجه النساء إن هم يبطلوا مستقبلهم الرياضي بسرعة يعني؟ ممكن استسهال إن أنا مثلا مش عايز أشيل المسؤولية، او ممكن فكر اللي قدامي برضو عشان ما نظلمش حد. لان انا ما بسافر بره وبتعامل مع الناس بلاقي اللاعبات اللي بيلعبوا معايا، يعني انا يعتبر اصغر لعيبه فيهم بلعبهم معديين ال 30 واطفالهم بيبقوا قاعدين مع المدرج بيشجعوهم. فهو فكر، هنرجع نقول برضو هو فكر. اذا كان من مثلا من الاهل او من الزوج اللي هيكون معاها. فهو فكر. طيب هل انت عندك خطط مستقبليه من دلوقتي مثلا؟ هل بتفكري ان انت بعد ما شاء الله واخده بطولات، فبالتالي بطولات هنترجمها بقت خبرات. تمام. فهل بتفكري ان انت تطوري نفسك، تاخدي دورات تدريبيه، في يوم من الايام نشوفك على راس جهاز فني، او تتجهي للعمل الاداري في الاتحاد مثلا، ولا بالنسبه لك خلاص انا لاعبه هخلص انتهى المشوار الرياضي على كده؟ لا خالص، انا يعني انا حلمي ان انا اول حاجه ان انا احقق ميداليه اولمبيه، اعمل اكاديميه مخصصه للمصارعه، بما ان احنا عندنا هنا في مصر يعني صالات مجهزه، احنا ما عندناش غير المركز الاولمبي اللي هو في المعادي. فانا نفسي اعمل حاجه تكون شبيهه للملاعب اللي بره مصر، ان هي حاجه تكون مخصصه للمصارعه بس، واعمل الاكاديميه دي حاجه باسمي انا او تحت اشرافي انا ان شاء الله. طيب خطر المنشطات كلمه بتخاف كل الرياضيين، انه ممكن ياكل حاجه يلاقيها في الاخر سببت بعد التحليل ان هو كده بيتعاطى منشطات. تمام. فشايفه الموضوع ده ازاي انت كرياضيه تحافظي على نفسك ان انت ما تتعرضيش لايقاف، او ان انت ما تدخليش في لغط ان انجازاتك كانت بناء على منشطات وانت كنت مثلا بنيه حسنه بتاخدي حاجه كانت في تحليل الدم او في التحليلات اللي بتتعمل طبعا لقينا فيها منشطات، يعني بتتعاملي ازاي مع الموضوع ده؟ احنا طبعا عندنا دكتور متخصص اللي هو احنا بنتابع معاه اي ادويه، اي علاج، اي حاجه بنستخدمها للتمرين بتبقى تحت اشرافه هو الاول، هو اللي احنا بنرجع له الاول، وبعد كده كان هو يقول لنا ان احنا ناخد الحاجه ديت او ما ناخدهاش. طبعا المكملات الغذائيه كلها يعني احنا ما نضمنش المكمل ده يعني معمول بطريقه صحيه او بطريقه صحيحه. عشان ناخده او ما ناخدهوش، فالدكتور هو اللي بيحدد اذا كان المنتج دوت او علبه الدواء ديت ان انا اخدها او فيها نسبه مثلا حاجه تطلعني منشطات، فهو اللي بيقرر في الاخر. طب اللعيبه نفسها المفروض يكون عندها الثقافه دي ان هم يدخلوا قبل مثلا ما ياخدوا حاجه يبصوا على الموضوع، ولا بيبقى صعب لازم ان انت دايما تتابعي مع الدكتور؟ لا انا مهما ابص او ان انا مثلا عندي خبره في الموضوع برضو انا لازم ارجع للدكتور. عشان ما اكونش مثلا لا رايح العب بطوله وانا حققت نتيجه، انا بياخدوني من على المنصه كده بيبقوا واقفين قدامي تعالي حللي قدامنا، فاللي هو انا مش هحط نفسي في موقف محرج او ان انا مثلا اخلي شكلي، حضرتك لسه قايل الانجازات اللي انا عاملاها اخلي انجازاتي كلها تروح على الفاضي ويبقى شكلي وحش. سمر حمزه في الاخر هتكون واحده كانت بتاخد منشطات وبانيه كل ده على غش. فده طبعا استحاله. طيب سمر انت في وقت من الاوقات كان عندك شكوى للاتحاد بخصوص ممكن اهمال او تعنت او حاجه، الموقف ايه دلوقتي؟ هل الامور على خير ما يرام ولا لسه حاسه ان في بعض؟ لا المشاكل اللي كانت عندي دي من كانت في الاتحاد القديم، الاتحاد الجديد طبعا نشكرهم جدا ناس محترمين. الاتحاد القديم ما كانش تعنت، هو ما كانش فيه اهتمام خالص نهائي بالبنات. البنات دي مثلا بنشاركهم كده بس في البطولات عشان مثلا تكمله عدد بمعنى صح. فلما انا ظهرت في المصارعه كان في طبعا لاعبات كويسين، بس انا طبعا الكابتن كان شايف ان انا اعمل نتائج كويسه واحققه وما كانش حد مصدق. فلما 2016 الحمد لله يعني كان في ميزان ما حدش كان بياخد فيه اول افريقيا خالص اللي هو 76. فلما حققت فيه اول ورحت اتاهلت، كنت اول واحده اتاهلت في الميزان، فكرتهم اتغيرت شويه وبداوا ان هم يعني يساعدونا شويه.
طيب شوية. بتشوفي شويه يعني لسه عندي في مطالب ثانيه اوليها؟ لا لا لا، في الاتحاد الجديد لا خالص. اكيد اكيد. طيب هل وده الشركه الراعيه؟ مش طبعا انا بعيد عن الاتحاد خالص دلوقتي. انا معايا الشركه الراعيه، اي حاجه انا يعني بعمل كده بلاقيها قدامي على طول. يعني طب نفتح ملف ثاني، ملف المكافئات. هل بتشوفي ان المكافئات في حاله الفوز في الالعاب الفرديه مكافئات كافيه، ويعني بنكافئك فعلا ان انت تعبتي وعملتي ولا لا؟ طب ليه السؤال ده يعني؟ ولازم نعرف، خلي المشاهدين يعرفوا. بص، هو يعني لا خالص صراحه، يعني مش من ناحيه كاتحاد مثلا المكافاه بتطلع لنا من الاتحاد، فيعني هو لا طبعا المكافاه بتبقى ضعيفه جدا. طيب اهو اديك قلتي. ماشي. يعني الاسئله محرجه جدا صراحه، مهم جدا. طيب عايز اخدك لحته تانية، يعني عيد تاني على الموضوع، لان انا حاسس ان السلسله دي رساله. انت عندك حلم تاجيل الاولمبياد، او لو لا قدر الله في قرار بالغائها، ده صدمه على الرياضيين ولا شايفه ان الموضوع يكون عامل ازاي يعني؟ لا، الموضوع هيبقى صعب جدا، وناس كتير هتبطل، وناس كتير هيجي لها احباط بطريقه مش طبيعيه. انا واحده من الناس، مش هيجي لي احباط، بس اللي هو انا يعني حتى فتره التوقف دي انا يعني شغاله على نفسي، يعني عندي امل كبير جدا ان انا هرجع في اي وقت. او ان انا مستواي الفتره اللي فاتت دي كان على اخر درجه، ما جيش انا انزل تحت خالص. فانا مستنيه ان اي مثلا قرار رجوع اي حاجه عشان اكمل اللي انا عملته. اسئله كتير النهارده، صح؟ لا عادي معاك. طب خلاص، سؤالين كمان ونخلص الحلقه. اوكي تمام. طيب سؤال الحلقه النهارده كان للمتابعين والمشاهدين، ان مين او يتوقع حصول مصر على ميداليه ولا لا. انت عايزك تجاوبي بوعد عليا انا؟ يعني ان شاء الله شايفه ان المصارعه تقدري تحققي ميداليه ولا لا؟ لا، هي مش صعبه ومش سهله. يعني هو انا تركيز يعني ان شاء الله احقق ان شاء الله. يعني هو تركيز بس. تركيز وفراغ جدا جدا تفرغ. جدا فراغ فراغ لدماغي. فراغ لدماغي خالص. من ناحيه اي حاجه، مشاكل في بيت، بره، في اي حته، انا ماليش دعوه. انا عندي هدف، عندي حاجة واحدة شايفاها قدامي أنا حققها. طيب مين الأيدل، أو شايفة دايما مصر كان مين اللاعبة اللي قدرت تصنع اسم ليها في المصارعة الرومانية، وعالميا بتحبي مين من اللاعبات، أو شايفة عايزك تقولي مثل في مصر وعالميا، حتى لو لعيبة لسه بتلعب بيعجبك أسلوبها، أو شايفة دايما إن أنت تستفيدي منها بأي حركة حتى. في مصر هنا في لاعبات ياما قوي كانوا كويسين. بس اللي هو يعني اما احترامي ليهم يعني اللي هو مش شبه اللي بره في لعبهم، او ان هو ان انا احط مثلا حد قدامي هنا في مصر ان هو يكون مثل ليا مثلا كانجازات. حتى قولي لي كانجازات مين في مصر حقق انجازات؟ في انجازات، في ايناس خورشيد كانت كويسه وهي دلوقتي بطلت طبعا. بره مصر طبعا في لعبات ياما، بس اكتر لعبة انا حطها قدامي هي ناتاليا، دي روسيه. لا تعادلت معاها 76. فدي حاجه رائعه، يعني ميداليتين اولمبيتين ورا بعض وبطولات عالم لا تعد. سمر بشكرك جدا على الحلقه دي، وان شاء الله اللقاء الجاي تكوني راجعه لنا بميداليه اولمبيه كده ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا موصول لحضراتكم مشاهدينا ومشاهدي اون تايم سبورتس وبرنامج ملاعب الابطال. كده تنتهي حلقه النهارده من برنامجكم ملاعب الابطال. غدا ان شاء الله اللقاء يتجدد، ولكن مع زميلتي العزيزه برهان عمرو. نشوفكم على الف خير.